كما شهدت محافظة الإسماعيلية إطلاق مؤسسة حياة كريمة مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأسعار مدعمة، وتتميز المبادرة بأسعار منافسة توفر اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق لتكون في متناول الجميع مع جودة عالية، حيث يتم تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها مع تغطية واسعة، حيث تتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة. النهاردة في إطار توجيهات سيد رئيس الجمهورية وحرصا على توفير حياة كريمة لكل المواطنين، يعني في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤسسة حياة كريمة بتطلق مبادرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ومناسبة لكل المواطنين بالشراكة مع شركة القيصر، وده يعني تخفيف عن كاهل المعيشة للمواطنين. مؤسسة حياة كريمة النهاردة بتطلق المبادرة في عدة محافظات، ويتم افتتاح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة ومناسبة لكل المواطنين. حقيقة من أهم مزايا المبادرة إن فيها أسعار تنافسية كبيرة جدا، فهنلاقي إن السعر أقل من المثيل به الخاص في السوق. أيضا هنلاقي إن إحنا عندنا هنا تغطية واسعة للمبادرة، إحنا انطلقنا من عدة محافظات وإن شاء الله هنستكمل شمول المبادرة في كافة محافظات الجمهورية، بحيث ان هي تصل لكل المستحقين من الفئات محدود الدخل والفئة المتوسطة. ايضا عندنا النهاردة جودة عالية للحوم اللي بنقدمها، وبتغلف يعني بطريقة متميزة جدا للمواطنين. الجودة دي بتخضع للخدمة البيطرية والإشراف البيطري بشكل كامل جدا في كافة مراحلها. عندنا أيضا إن المبادرة بتدعم الناتج المحلي وبتدعم المزارعين المحليين، وكل ده يعني في سلسلة من المبادرات والفعاليات اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين بهدف تحسين المعيشة. واللحوم دي زي ما حضرتك شفت دي لحوم أنجس، أعلى سلالة لحم في العالم، يعتبر أول شركة استوردتها شركة القيصر للإنتاج الحيواني، والمواطن المصري يستحق كده ويستحق أكتر من كده، وإحنا مع سيادة الرئيس في أي قرار ياخده، وإحنا مساهمين مع سيادة الرئيس بدمنا مش باللحوم ولا بالعجول. اللحم لازم دكتور بيطري هو اللي بيشرف عليه، بيجينا كل يوم دكتور بيطري عشان خاطر يتأكد إن اللحم دوت ما تبقاش سلخانة، لازم إن هو بيجي كل يوم بيشوف الجسيمه بتاعته ويتاكد ان اللحم دوت مظبوط، عشان خاطر ايه، في لعب في دهوله يعني اللي من دول وكده. وطبعا السعر دوت، السعر احنا بنبيع يعني بسعر مش ليه منافس، ان انت تبيع بالسعر دوت مش ليه منافس، وحته اللحمه كويسه والجوده بتاعتها كويسه، والحمد لله يعني ايه بفضل ربنا وفضل سياده الرئيس احنا ايه ماشيين بمرضي الله. ليه سعري مرتاح ولحمة حلوة ولحمة طازة، وانا جربتها مرة واثنين وثلاثة، وواجي من مركز سمنود علشان اخد لحمة هنا مخصوص، ما شاء الله يعني حاجة حلوة يعني. المبادرة محترمة وحاجة كويسة للشعب، وربنا يخلينا ست الرئيس. الاسعار، لا الاسعار معقولة كويسة عن غير الجزارين برا خالص، واللحمة بلدي محترمة. والله مبادرة جميلة جدا، ويعني السعر في متناول كل الناس، واللحمة بسم الله ما شاء الله يعني كويسة جدا، ما بنفرقش بينها وبين اللي احنا بنجيبها من البقالين العاديين، يعني الحمد لله حاجة كويسة. وبنشكر سيادة الرئيس وبنشكر حياة كريمة على المبادرة الكويسة دي. أحلى لحمة هنا في شركة القيصر، ولحمة ممتازة وطازة، لحمة 100% والسعر ممتاز، ولحمة فوق من ممتاز، واول واحد يجي ياخد منها انا هنا، وحتى قرايبي يخليهم يجي ياخدوا منها. اني باجي من فؤوس شرقيه حوالي بتاع 50 كيلو عشان اشتري لحمه من هنا. قول لي ليه وانا اقول لك ليه. اللحمه هنا طازه وجميله جدا 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 جدا، والابعد الحدود يعني، ولحمه للغني والفقير، بيخلي الفقير ياكل. وانا بشكر الرئيس على دعمه مع الشعب ومع الدنيا كلها ومع مصر بالكامل، وربنا بحق جه النبي يطول لنا في عمره ويزيده من نعيم الله كمان وكمان.